السلام عليكم خوتنا وحبابنا، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الاخوان، تحيه لكاع المتابعين اللي كيتبعوا يوم سود مجيد. راه مباشره من السوق لحد البروج بني مسكين اقليم 16 الخوت، تصوير بتاريخ 3 مارس 2024، ورمضان ان شاء الله مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. واليوم راه خير تبارك الله داخل، وشلات امان الخوت اليوم كاين شلات امان مزروع. واجوا ان شاء الله تسوقوا معنا وشوفوا السوق وانتم حكموا على السوق، والله يدير الخير. ديروا ابوني وجيم. الله يحفظك. اجوا ان شاء الله تسوقوا معنا. الله يبارك الخوت، نشارك معكم هذا الخير تبارك الله. نعجة متومة تبارك الله، ومرسومة لانوغ نجمة الخوت تنية، شريتها المتتبع من نواحي ديال تازة، الله يستر ليه ويبارك. كي جاك هاد الخيرة سي نجيب، ها المليح تبارك الله، برعتو ويبارك، راه السوق تبارك الله، وباقا حولية تنية تبارك الله ويبارك، تنية تبارك الله. ومرشومة الخوت انوغ، وريهم النجمة فتح. ها هي النجمه تبارك الله، ومتاومة تبارك الله وليدات. هذه الخوت راه المشرى ديالها 118، الله يبارك الله يبارك. 5900 118، الله يبارك. ها هي اخويا الامانه ديالك، ابرعتك اخويا. حيدر خير خير فتح، خير خير خير، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. نعجة سلعة تبارك الله، سلعة تبارك الله، ونعجة تبارك الله، راه باقا صغيرة يلا قالت بسم الله. الله يبارك، الله يستر لك الأخ على الأمانة ديالك، والله يجيب التيسير. وليدات تبارك الله، الله يبارك الله يبارك. يلا الولدة الأولاد، يلا قالت بسم الله، يلا قالت بسم الله، راه باقا حولية تبارك الله. الله يبارك الله يبارك، حيد الله يسر الله يسهل. ها لا لا يلا دخلت خدناها، يلا دخلت تبارك الله، تقدينا مع هذا الصديق. ايوا الامانه ديالك اخويا، واجوا ان شاء الله تسوقوا معنا. فتح اللي بغى ان شاء الله شي واحد هذا الخير. النمر ديال الوالدين ولا شي عشاق، مرحبا. قول لنا النمره ديالك اخويا فتح. هذا باغي يشري المليح ويدير التريكه يصوني عليا وعنبرعو. وشي حاجة راه دايزة الكلام. الوقفة تبارك الله، حاولي مطلق سوبر الخوت هاد الخير، راه سوبر. النمرة فتاح اخويا 06 56 08 46 18. ولا كتاب شي مرضي الوالدين، مرحبا سيون. مرحبا، اللي بغى ان شاء الله هاد الخير راه يتواصل معك اخويا فتاح. الوالدين يطيح حيط الحول. الله يبارك. الله يبارك. الجميع. الله يبارك. الله يبارك. زيد 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 زيد. قاعد يدير فلوس فروقي. زيد زيد. اللهم بارك. حلو. ترى كيف. مولا راه عدو الحوليات والخرفان ولاد وصغر ما بغيت نحيدو. ياك. ومن شينا ما نشروش 10 خدينا بها سا وحده، هو اللي خدينا. شي حاجه ممنوعه سي يونس. ياك اخويا. اخوان. خلصي لاسورانس كان وين بانوا وجوهنا حمرين. والحمد لله. وترى ديما في السوق هذا وقال لك. طيب. ما فيش تقريبا الربيع حنا في السوق، ولكن ما قنعتناش. شحال عطاوك فتاح باش نعرفوا المشاهدين اللي كاين؟ عطاونا 40000 فرنك. 40000 فرنك، بغيتي تشري 8000 ريال. 8000 درهم، 1000 درهم ما عطاوهاش لينا. هو هذا وقال لي كاين، وقال مشري قلت لك 154 خلاص. 154 خلاص. راه شي حاجه راه السوق السيوني صافي. الله يبارك. ما كاينش شي حاجه. الله يبارك. الله يبارك. الشركه هذه عنده تبارك الله كي دايره. دور على الكفاده ودي يونس. بارك. عشي قبيله. الله يبارك. راه خاصنا كيف دايما كاين الحوت. انت شحال حمود هذا الخير؟ انا اخويا مشري اليوم. شحال مشريه؟ مشريه 130 درهم. 130 اجير في السن. انا ب 500 درهم. اجير في السن. رباعي. رباعي فر لينا السن. رباعي تبارك الله. الله يبارك. النمره جوج، تعال شوط. النمره جوج. النمره جوج. النمره جوج تبارك الله. حاولي ذا القلب. عطاونا فيه 50 قلت لك 6000 درهم. 120 لا 130 130 130 تبارك الله. عطاونا فيه 10000. خويا حموده قول لنا النمره ديالك. مرحبا. اللي بغى هذا الخير ان شاء الله راه يتواصل معاه. 06 93 74 20 35 35. مرحبا. وسي فتاح راه موجود الهود كاع. هما اللي كاينين في السوق اليوم. هذو هما اللي كاينين ياك. راه تقاديتهم انا وفتاح، هذاك راه مشروع فينا وفتاح، وهذا مدينه مشروع. اي الله يسخر.
ومشاو اتجاه اخر. هذا من السوق وهذا في التجمع ديال القراقرة، هذا هو اللي اخ. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك؟ هذا راه مولعب المليح. ديما كنجي نصور على الدق، لا ما كانتش حولي القرقاع تبارك الله. ياك اخويا شافهم قال لك والو والو نديهم. الله يبارك الجمال تبارك الله. دمعه كمامه شحال شحال الاخ مشريهم؟ وين كطلفهم؟ 45 صح، كطلفهم حتى 45. ومشريهم لي في مشري 43 و400. هذا مشريهم ياك اللي شاد مولاهم ليدو 43 و400. الله يبارك بحال 1175. الله يبارك الله يبارك الله يبارك خواتات ونمرة تبارك الله نمرة. الله يبارك 43 و400. الناس المواليع وباغا تكسب ان شاء الله السلالة. الله يبارك الجمال الاخوان تبارك الله يستر خويا وكنشكروك. تحياتي لك اسيدي. راك قول لنا النمره ديالك ماشي مو قول لنا النمره ديالك. 06 89 66 98 16. والحمد لله لا لا يحاشمنا يا رب. هذا هو لك الله يبارك بياسات تبارك الله بياسات. الله يبارك الله يبارك. محمد لاباس عليك؟ ما شحال عطاوك في هذا الخير اخويا؟ 52 ياك 2600 درهم. الله يبارك 52 الخوت تادلا يا محمد ياك الصلاة ديال تادلا تادلا ويا تبارك الله. الله يبارك 2600 درهم. الله يبارك سلعة تبارك الله غلام زينة ان شاء الله العيد موجودة مخجرة ياك اخويا محمد. الله يبارك الله يبارك. ثمن البيع شحال محمد؟ 54 ولقات على 100 درهم ما بقى عليهاش. هذا هو قولي 52 كاين الخوت هو قال لي 2700. الله يبارك غلام زينة تبارك الله لا قرن لا توب لا كلشي. الله يستر بو محمد الله يستر. نمشيو اتجاه اخر الخوت اجيو ان شاء الله تسوقوا معنا. بارك الخوت خير تبارك الله. مطبوع هذا اخويا ولا لا؟ مطبوع ياك. اش من نمره اخويا؟ بروميال تبارك الله. شحال ديتو اخويا؟ 15 بحال مليون و مليون ونص 300000 الخوت. اش داير في السنه الخير؟ سديس سال الله يستر لكم الكسيبه ان شاء الله ياك. سير 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 300000 الخوت. الله يبارك الله يبارك. مليون ونص الخوت 15000 درهم مطبوع. الله يسر لكم في هذا الخير. الله يسر اخويا تبارك الله. كي داير خويا هشام لاباس عليك؟ عنقو عنقو يمشي عنقو سير عنقو قرصي قرصي من قرصي سير قرصي. الله يسر فرجه ممتعه اجيو ان شاء الله تسوقوا معنا. ابراهيم صباح الخير الجمال تبارك الله صبحنا عليه اليوم. الله يبارك الله يبارك حولي ملكي تبارك الله. تشهد الجمال ابو ابراهيم قدك واقف معاك هذا واقف معاك هذا الخير. الله يبارك بادره دمعه اش داير في السن هذا؟ ربيعي ربيعي تبارك الله. الله يبارك ربيعي الخوت. ما داخلش العباره ها قولها ما داخلش العباره. الله يبارك حولي مالكي تبارك الله. موالي يقول ما مخارطينش في الجمعيه ياك ديال الله. موالي ما مخارطينش في الجمعيه تبارك الله. هذا راه رباعي الخوت مرشوم مرشوم. ورينا الرشمه ابراهيم دوزيامه 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 تدخل للنخبه اللي ولا يعطيوك البروميه. هذا باش هو اللي يعطيوك هذا هو لك الجمال اخويا. شحال الثمن شحال قلت لي ام ابراهيم؟ اخويا المشري ديالو 150 150 7500 درهم. مشروكين ربعه ديال الناس في هذا الخير حاولي تبارك الله. طاره وطونا جا ابو ابراهيم والدمعه تبارك الله. الله يبارك ادوز يا مال الخوت. خويا ابراهيم النمره ديالك ولا احتاج شي حاجه ان شاء الله من الاخوان؟ 06 65 62 42 28 12. واللي بغى هذا الخير ان شاء الله راه مرحبا. قلت لي جا مشريه وقلت 7500 150000 ومشروكين في ربعه ديال الناس. ديت يا ابراهيم يتواصلوا معك الاخوان راه مرحبا قاد معاهم. الله يسر خير تبارك الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. درج درج ابراهيم درج.
الرج دار. سير سير خير تبارك الله. حايد الله يسر يبارك الخوت الزين الحر تبارك الله. سي يونس السلام عليكم، كي داير كلشي مزيان؟ مع شحال عطاوك فهاد الخير يا يونس؟ شحال؟ 50 ياك، 2500 درهم الله يبارك. سلعة تبارك الله. شحال فيها يونس هادي اخويا؟ 12 خروف تبارك الله، لا قار لا توب لا كلشي، سلعة زينة تبارك الله. عطاو 2500، 50000 الله يبارك. ثمن البيع اخويا يونس مع شحال؟ 54 ياك، 2700 درهم. خويا يونس اللي احتاج شي حاجة ان شاء الله من الاخوان قول لينا النمرة ديالك. 07 77 88 شحال في الاخر؟ 93 47. اللي بغى ان شاء الله 12 راه يتواصل مع يونس. سلعه راه بدريه زينه الله يبارك. ونمشيو اتجاه اخر. الله يستر ابو يونس، الله يحفظك اخو. الاخ السلام عليكم. اهلا، كي داير؟ لاباس عليك؟ امور هانيه. ما شحال عطاوك في هذا الخير؟ شحال عطاوك؟ تبيعت؟ نعم. شحال ديال الاخ؟ 100 قال جوج تبارك الله، 98000 الله يبارك. نشاركم على الاخوان 98. السلعه تبارك الله يبارك، 98 100 قال جوج. الله يسر خويا، الله يسهل يبارك الخوت. نشاركوا معكم السلعه بدريه تبارك الله يبارك. من سوق حد البروج سلعه تبارك الله متوبه قارن وكل شيء تبارك الله الله يبارك. كان قال لي قبيله 65، كان قال لي على 65 ياك. اللي كان عاطين الصباح الخوت الله يبارك، 3250 درهم. 65 اللي كانوا عاطين الصباح، ودركا العلم لله. الصباح الخوت كانوا عاطينو 3250 درهم الله يبارك. السلعه تبارك الله راه لا توب ولا كلشي. وهاد بالنسبه لهاد السلعه البدريه الزينه تبارك الله المتوبه راه فيها الثمن على الخروف الغليظ. الصوافي هذا هو اللي كاين. ونمشيو اتجاه اخر والله يستر الامور الله يبارك. راه السلعه تبارك الله نشاركوها معاكم كامله الله يبارك. اليوم راه صابح شويه الثمن الخوت، اليوم راه صابح شويه الثمن من غوز الثمن. والله الا من غوز الثمن. والله يصاب. وكذا كي جاك حتى السوق اليوم كل شيء زين الحمد لله. هذا هو اللي كاين، هذا هو كلام معكم. واجيو ان شاء الله تسوقوا معنا. امين. خيرات تبارك الله. السلام عليكم، كي داير خويا؟ هذا راه متابع ديالنا كيتبعنا ديما الله يبارك. شحال الاخ؟ 45 اللي عطاوك ياك، 2250 درهم الله يعطاو في هذه الحوليه الله يبارك. كاينين مع 10، كاينين 10 الحوليات الله يبارك. نمره تبارك الله الله يبارك الله يبارك. 45 هذه كاينه ثابته ياك. وثمن البيع مع شحال قلت لهم اخويا؟ 48 48 2400 عطاو 2250 درهم الله يبارك. المليح والنقاء الحمد لله الحمد لله. قول لنا النمره ديالك. 06 16 56 39 15. واللي بغى يحتاج شي حاجه من الاخوان راه يتواصل مع الصديق. الله يسر الخويا، الله يجيب التيسير. هما المشرى من هنا ياك؟ من هنا يا من البروج تبارك الله الله يبارك. ومع 10 الحوليات الخو 10 البياسات الله يبارك. الله يستر خويا، الله يستر. كنشكروك اخويا. وراه هذه عاد شينا 38 او 2000 هذه ياك. هي مشريها 38 هذه او 2000، ولكن هذيك صك من هذه. لا بالثوب ولا زين ولا كل شيء الله يبارك. وهذا هو اللي كاين، هذا هو كلام معقول. ربعة ديال الناس ياك، ربعة ديال الناس اللي مشروكم في هذه الحياة. الله يستر خويا، الله يسهل عليك. الله يبارك الخوت، نشارك معكم هذا الخير. هذا تباع الاخ؟ تباعت. وبالنسبه للثمن ما بغاش يقولوا ياك؟ 190 ياك تبارك الله. بحال الخوت 9900 درهم. شمن النمره؟ دوزيام وقاش. دوزيام الاخ ياك، دوزيام تبارك. دوزيام هذا تباع 9900 درهم، 190000 الله يبارك. ما يبارك ما يبارك ما يبارك. المليح اخويا كاين المليح، كاين المليح تبارك الله، كاين المليح وكاين الثمن
الله يسر الخويا، الله يجيب التيسير، الله يسهل عليكم. بس يبارك الخوت، نشارك معكم هذا الغنم المليح تبارك الله الخوت، الله يبارك. شحال عطاو الاخ؟ 108 ياك، 5400 درهم الخوت الجمله ياك؟ هذا المعطى جمله تبارك الله. عطاوك في الفريدي ولا؟ عطاوك في الفريدي ياك. شحال؟ 6000 درهم، 120 في الفريدي، وجمله الخوت 5400 درهم، 108 الله يبارك. السلعه مليح تبارك الله، 108. سنا الحليب كام؟ دوزيام هذا ياك؟ كلهم كاملين، كاملين دوزيام تبارك الله. مولا نقول من خارج الجمعيه دوزيام تبارك الله، كاملين الخوت الله يبارك. الله يسر الخويا، الله يسر. المرقد ديالهم صراغنا ياك؟ قالت صراغنا دوزيام تبارك الله يسر. يبارك الخوت، فرح زين نشاركوا مع الاخوان، عدد صديق. السلام عليكم، كدير خويا؟ لاباس عليك؟ هذا تقديتي اليوم ياك من الحد البروش، الله يبارك. دمعة كمامة القرن مواصفات، ولقال مواصفات عزيز عليك، عزيز عليك النبت تبارك. لما كان مليح ما نديروش، واخا نمشيو واخا نخسروا على السير، الله يبارك الله يستر. شحال مشريها وكاع الاخ؟ المشري ديالو 52، 52 عطاونا واحد. لا لا كلام معقول، الله يرحم الوالدين. عطاونا واحد 100 درهم ما قنعتناش، وكاع مشريها 52 وعطاوك 100 درهم. 100 درهم حتى دابا كتقول لنا 46 الاخر 52. شو لي شاد الاخر؟ لي شاد الاخر. كان عندو شي حاجه. شوف الاخ كي 46 كي 52 شاركوا مع الاخوان والرزاق. الله هذا هو اللي كاين، الله يستر الاخ. هذا قال 52 الله يبارك. ياك هو مشري الحقيقه في الدقيقه 52 وعطاو 100 درهم. انت دابا كتقول لنا 46 خرفان وما هادو، سير الله يستر حي. 52 وعطاو 100 درهم. اييه ورينا نشاركوا مع الاخوان. هنا جوج حدينا 110، 110 5500 درهم. عطاوك 60 درهم ربيع، ما بغيتيش تبيع؟ ما هذا هو كلام معقول. 100 درهم على والو تا قال كثير. والله يستر، كل واحد يدي اللي في راسه. وانا نقول لك الله يستر لك اخويا، نمشيو تجاه اخ. السلام عليكم، كي داير خويا؟ الله يحفظك اخويا. مع شحال هذا الخير؟ شحال عطاوكم فيهم؟ 82. هذا المعطى ولا الثمن البيع؟ هذا قلنا لهم الثمن ديال البيع 4100 درهم الخوت الله يبارك. 80 المعطى عطاو 80 ياك، 4000 درهم الله يبارك. المشرى من هنا خويا ولا جاي؟ اليوم اليوم من السوق حد البروج. المعطى الخوت 4000 درهم، هذا عطاونا فيه 86 بوحدو الفرادي. هذا الخوت 86 ياك، 4300 درهم الخوت. عطاو في هذا الخير تبارك الله 86 جمله الخوت 4000 درهم، 80000 الله يبارك. ثمن البيع 82، ثمن ديال البيع ربعه تبارك الله زينين. الله يستر الخويا، الله يجيب التيسير، نمشيو اتجاه اخر الله يبارك. الله يحفظك يا مرضي، الله يحفظك يا مرضي.